طيب من ضمن الاخبار المهمه في الحقيقه النهارده، اتحاد الكره اعلن ان هيكون في قرعه الدوري المصري الممتاز امتى؟ يوم الخميس المقبل ان شاء الله. اخيرا هيعلنوا عن بطوله الدوري الممتاز والقرعه الخاصه بهذه البطوله اللي نتمناه، والاهم في الحقيقه ان انت تدينا مواعيد ثابته لهذه البطوله، ما يبقاش فيه تاجيلات غير في اضيق الحدود. مش عايزين زي السنه اللي فاتت كده يقول لك ايه هتلعب المباراه دي يوم كذا او كذا، هتلعبها مع فريق فلان الفلاني او مع الفريق الاخر اسم تاني يعني. مش عايزين الحاجات دي باذن الله تتكرر، وعندنا تفاؤل كبير باللجنه الخماسيه اللي متواجده حاليا في الاتحاد المصري لكره القدم ان هم يعملوا جدول دوري محترم زي ما الناس كلها في العالم بتعمل. جدول الدوري بيبقى ثابت ومنظم بشكل كبير، لان تنظيم بطوله الدوري ده الاساس في نجاح البطوله والبطولات المحليه بشكل عام، لان ده بيبقى مهم وبيعود بالنفع بكل تاكيد على اللاعب المصري وعلى جودة المباريات، وبالتالي هتعود على كمان المنتخب المصري الأول اللي نتمنى أن هو يعود لسابق عهده خلال الفترة المقبلة أيا كان مين هو المدير الفني القادم. فإن شاء الله خلاص يوم الخميس زي ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم كده هيكون في قرعة الدوري الممتاز، واعتقد ان هم هيعلنوا على قرارات عديده جدا سواء فيما يتعلق بمباراه السوبر، فيما يتعلق بمدير الفني منتخب مصر اللي ممكن يكون قبل كده كمان قبل يوم الخميس. في ملفات عديده واسئله كثيره في الحقيقه محتاجين ليها اجابات خلال الفتره اللي جايه من المسؤولين في اتحاد الكوره اللي بيتاخروا شويه في انهاء امور كثيره في الحقيقه، لكن نتمنى لهم باذن الله كل التوفيق.